فرح، يعني موضوعنا اليوم بهم كل الأمهات وخصوصا الأمهات الجداد اللي عم يبعتوا أولادهم اليوم على الروضة. مواضيع كتير رح نحكي عنها، بوابات الطفولة والمرحلة الانتقالية لدخول الروضة، المرحلة اللي بتشكل فاصل التحول بحياة كل الأطفال والأهل، وكيفية التهيؤ للدخول للروضة والمراحل المتطورة في مجال الدخول الأكاديمي مع الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك. يسعد وأهلا صباحكم. وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير حساس، هلأ بلشت المدارس كمان والروضة خصوصي يعني للماميات الجداد. خصوصا للماميات الجداد. تمام. رندا، بالأول بدنا نعرف منك برأيك بأي عمر فعلا نحن بنقول هلأ لازم ندخل الطفل للروضة؟ مرحلة التهيئة كمان كيف بتكون؟ هلأ الشق الأول من السؤال، دائما هو في اتجاهين. اتجاه بيقول انه ليصير 3 سنين يقدر يحكي، يقدر يمشي، ينضف، لحتى انا فوته على وسط اجتماعي غير البيت. وفي اتجاه ثاني اللي انا كثير بشجعه وانا معه، خصوصي مع الجيل هلا الجديد وجيل الامهات اللي اغلبهم بيكونوا عندهم مسؤوليات ثانيه، هو العمر اللي بيبدا تقريبا من 6 شهور، لأن بيعطي كتير دفع للطفل لحتى يكون ببيئة غنية. نحن دائما المشاكل اللي بنتواجه معظم أطفالنا بعمر 5 سنين و6 سنين هي وجوده ببيئة فقيرة، اللي هو نحن دائما. بس 6 شهور ما بتلاقي البيبي بعده صغير، يعني بتلاقي العالم أو الأمهات أو الأهالي بيقولوا لك لسه السنة ونص بلش مثلا يمشي يحكي يعبر عن حاله. بال6 شهور دائما الام يعني ايدها على قلبها، ما بتعرف التفاصيل ان كانت الروضه ظريفه ان كانت، خصوصا بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي. كل يوم الام بتقرا عن حادثه، كل يوم بينزل فيديو، بتلاقي في بشكلها خوف ورده فعل تجاه هذا الموضوع. تماما. هلا فصل الطفل عن امه في له شروط معينه، مثل ما قلتي انه انا بدي اشوف هالمكان الثاني اللي بدي انقل طفلي عليه. كتير مهم أنا يكون موضوع النظافة. هلأ كتير صح أنه ولو ينعدب أمراض بسيطة يتقوي له مناعته على عمر بكير. دائما متى ما بلشت حواس الطفل تشتغل، وهي من أول ما بيخلق هي بتكون شغالة، فليلة حتى ما يتعلم، ليلة حتى ما يكتسب خبرات أكثر، طول ما أنا حاططه ببيئة آمنة، هي دائما الخطوة الأولى أكيد لأي أم بدها تتجه لتفكر تفصل ابنها عنها. ولكن كل ما كان العمر بكير، دائما نحن كل شيء بحياتنا بياخذ جانبين سلبي وايجابي. بس قصدي يمكن فيها تعمل مراحل الفصل من خلال مثلا مشوار لحاله مع ابوه، يروح مثلا يوميا بالتدريشه بالعربايه، فلما تعملي هذا الفصل يمكن الكبير اجباري. هلا هذا نحن اللي رح نحكي عنه بموضوع التهيئه. نحن عم نحكي بفكره انه هل انا بحط ابني بروضه ولا لا خليه معي بالبيت او بس حطه عند التيتا يتدلل قد ما بده، بعدين اتعذب في وقت اللي يكبر. هلا بنجي للشق الثاني من السؤال، موضوع التهيئه. انا دائما بشوفه بياخذ 3 مراحل. مرحله قبل ما تبدا الروضه بالمواضيع اللي قلتي لنا عليها، انه نحن ممكن مثلا نبعته مشوار مع حدا ثاني، ثقه، ابوه، سته، خاله. في هلا كثير في عنايه بالانشطه بالاماكن اللي فيني حط ابني ساعه وانا اكون قريبه شايفته، فانا عم بعطيه مراقبه مني غير مباشره، وبنفس الوقت عم بامن عليه لشوفه اجتماعيا قد حاله، مثل ما بنستخدم نحن هذا المصطلح، هل هو قد حاله بيقدر، طبعا هون بعد ما يبلش يمشي ويكبر شوي يعني. وفي كمان الجزء الثاني اللي هو اول ما دخوله للروضه. أنا دائما بشجع الأهل إنه في عندي أسبوع اللي بيفصل الصيف عن الشتاء، إنه هذا نحن منبلش إنه يلا بدنا نلحق نعمل نشاطات، بدنا نطلع يومين على البحر، نشبع من الصيفية. تماما تماما. هاي الكلمة اللي بسمعها هذا أنا بشوفه كتير غلط، لأن أنا علقته بالعطلة والإجازة حيفوت بالعام الدراسي بإحباط واكتئاب إنه راح علي البسط. بالعكس، أنا بخلي آخر أسبوع هو فقط للتحضير والتهيئة للمدرسة. ما في مشاوير، هي النشاط قاعدين بقلب البيت، نحاول ما نطلع هالزيارات والبسط والمشاوير، يكون الشيء الوحيد انه ينزل هو يحضر اغراضه ويشتري شو لازمه لبداية العام، ويفضل يكون من مصروف هو مدخره أثناء الصيف لحتى نخفف هاي مشاكل تبع ضيع اليوم قلم، ضيع اليوم دفتره. فلما هو بيشارك بيساهم بحقهم أو بيختارهم بنقيهم، حتكون محافظته لهم أحسن. من جيب طعم طبعا. هيك بحس الولد. الشق الثالث بالتهيئة هو بيكون عبء على الروضة أو على المدرسة.
سواء نحن دائما بنحكي بالعمر تحت الخمس سنين اللي هو انا بحسه الخطوه الاساسيه متى ما بديتيها صح، سواء بالفصل الامن عن الام، سواء بالمهارات الاجتماعيه والاكاديميه، فانت خلص بتامني عليه بالمراحل الثانيه. في بيجي هون العبء الاكبر بيجي على الروضه اللي انا بدي احط ابني فيها. كيف كانت عطت الامان للام؟ انا دائما بقول لهم انه تشوفي الولد عم بيبكي روحي لعند امه، متى ما مامته اطمنت، متى ما كسبت ثقه ابنها والطفل شاف انه مامته عم تمزح مع المس، عم تضحك معه، فاتت قعدت معه شوي بالصف. نحن للاسف في عنا قوانين صارمه بهذا الموضوع انه لا من على الباب حطيه وامشي. لا، انا بشوف في موضوع تدريجي انه ما عليه تفوت تقضي شوي وقت، هي بترتاح. متى ما هي ارتاحت وشافت انه انا ما في شيء مخبى علي لاترك ابني وامشي، لا انا فوت بقضي وقت شوي معه، ترتاح هي، حتعطي هذا الانطباع. ما حترجف اذا الصبح هي وعم بتلبسه وبدها تفوتي. شوي يمكن النظام عم يتم التركيز فيه انه لا نحن ما ندخل الولد، الام ممنوع تفوت معه على الصف، ممنوع يمكن حتى لو هو مره ممنوع تشاركه اي نشاط، هي من بعيد لازم تتفرج عليه. وين الصحه انه يصير هذا الفصل الكلي؟ يعني انه الام مثلا ما تفوت معه، انه الام ما تشاركه باي نشاط، وين هذا الشيء؟ هلا في انا برجع لانواع الاطفال وامهاتهم. في اطفال انا فعلا يعني بكون حازمه مع امهم انه من اول نص ساعه بشوف كيف سلوكه، بقول لها لا اذا بتريدي هلا خديه معك، تعي الصبح حطيه على الباب وامشي، او حطيه بالاوتوكار. يعني انا مثلا ممكن في كثير انه انصحها سجليه باص اول شهر من على باب بيتك حطيه وامشي، حسب هو قد ايه بيكون ذكي، قد ايش مغنيش حاله، قد ايه عرفان يستغل عاطفه امه، قد ايه بيعرف يقرا تعابير وعضلات وشنا. والولد ذكي كثير، يعني الولد بيعرف تفاصيل وعاطفه امه، وبعض التفاصيل بتحسيه بيستغلها. رح نتابع حديثنا معك رندا ديب، بس خلينا نشوف هلا تقرير عن مرحله التهيئ لدخول الروضه مع زميلتنا ماتيلدا كربوج. كثير من الأمهات بيعانوا من صعوبات ومشاكل كثيرة بدخول طفلهم للروضة، سواء بإقناعهم بالذهاب للروضة، فالطفل قبل مرحلة المدرسة بيعيش ببيئة المنزل الآمنة صحياً ونفسياً، كما بيتمتع بالمعاملة الخاصة والتدليل والاهتمام. فرح يتفاجأ الطفل بمجتمع غريب وجديد بعيد عن أهله وإخواته، ورح يتقابل مع أشخاص ما بيعرفهم من قبل، فهالشي رح يشعره بفقدان الأمان، مع الوقت سيؤدي لعدم رغبة الطفل بالذهاب للروضة. ومن آخر الاستطلاعات والدراسات، قدمت بعض النصائح للأمهات لتسهيل تقبل أطفالهم الدخول للمدرسة، منها بيوصوا بالتحدث الإيجابي عن المدرسة قدام أطفالهم، كما على الأم أنه تستفاد من الأسئلة المتعددة للطفل بما يتعلق بالحياة العامة وباللي عم يصير معه بالروضة، والعمل على جعل الطفل ينام بساعات مبكرة من الليل ليأخذ قسط كبير من الراحة. كما يوجد عدد كبير من النصائح الجسدية والنفسية للطفل رح نتعرف عليها بالاستوديو مع ضيفتنا لليوم باستوديو صباحنا غير.
يعني رندا خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم، انه الروضة للطفل لو كانت بعمر صغير قد ايه بتساعده، اذا قلنا اكاديميا اجتماعيا وحتى نفسيا، قد ايه فعلا بتحطه على اول الطريق الصحيح، يعني قبل ما نفوت بقى بروضة اولى وروضة ثانية للمدرسة الابتدائية؟ هي بتشتغل يعني على مجالين، اهم شيء اللي هو الفصل الامن عن اهله عن ماميته، استقلاليته اللي بدها تكون اقوى واحسن، اعتماده على نفسه. بالشق الثاني كمان المهارات اللي نحن بدنا نحطه بالخطوات الاولى ليمشي المهارات الاكاديميه، لحتى بعدين بالمستقبل ان يكون دائما عندنا مشاكل، طلع خطه مو حلو، ما بيحفظ منيح، ما بيحكي كثير مفردات او تماما، او ما بيقول لي شو بيصير معه بالروضه، او بيجي بيحكي كثير قصص مو صايره، او كل شيء قصص بالبيت بيروحوا بينقلها. فهي التفاصيل كلها ببلش، بتعرفي لما انا ببلش هيك وازن، يعرف انه هي بتصير هي ما بتصير، وبطريقه كثير لطيفه بدون ما انا اشتغل اللي انه بس اعمل ولا تعمل، بالعكس هو بيكون بحياه عمليه. التهي القسم الاخير فيها بعد ما انا فصلته بطريقه امنه، لان احنا ممكن مثل ما حكينا او تكون تدريجيه بوجود الام، حسب ما يكون شخصيه الطفل خجول، طفل هش، ممكن تكون مامته هي اللي ضعيفه خايفه عندها ضغوطات تانية انه لا تحطي هلا بعدين، او يكون لا هي مغنجه حالها ومغنجته. فانا هون بقيس الموضوع طبعا على الخبره، وكثير ما بنشوف ماميات واطفال صرنا من على الباب بنعرف انه شو الترتيب وقد ايه، وبنتركه شوي يلعب بعدين بناخذ الاجراء، او بنتركها او من يعني بنقلها انه مثلا تروح، بنشوف شو كيف فك الطفل وكيف مامته. بنجي للمهارات الاكاديميه، انا دائما عندي اسبوع تهيئه، اسبوع التهيئه هو للمهارات ما قبل الاكاديميه اللي دائما نحن بنشتغل فيها لكل فتره الروضه، نحن كله هذا ما قبل الاكاديمي، اللي بيعتمد مثلا نحن دائما انه شو انا عم ببعته على الجالدري وعم بتكلف وفيق بكير لحتى احط له ورقه ويشخبر مثلا. ايه طبعا انت طبعا كل هدول مكنوق، يعني في بعتقد حضورات ومواهب عند الطفل كثير مهم انه يندمج مع الاطفال ويعبر عن هي الطاقه، ويمكن يستثمرها او تستثمروها بالمكان الصحيح. قديش مهم اندماج الاطفال بسن مبكر؟ يعني كنا عم نحكي انه الامهات دائما بتخاف تبعت اولادها على الروضه، بتخاف تقول لك ابني بعده صغير، بنتي بعدها صغيره، بخاف من كثير من التفاصيل. السن المبكر قديش بتلعب دور الاندماج مع الاطفال يمكن وتكوين شخصيه الطفل؟ انا دائما بقول انه قد ما كان عمرنا، سواء كنا صغار شباب صبايا، طول ما عنا عم ندرس عم نفوت على بيئه صفيه، قد ما كانت امكانيات الطفل ضعيفه، قد ما كان المدرس ضعيف، المنهج ضعيف، البيئه الصفيه ضعيفه، لازم يحصل 30% من التعليم والتطوير التطور بوجود اقرانه. فما بالك لما بيكون في اشياء من هدول الاطراف منيحه وهو امكانياته منيحه واهله بالبيت بيدعموه ولو بتشجيع بسيط. فهي كلها خطوات اساسيه لحتى انا اعرف بعدين، لما بيكون خصوصي الماميه الجديده لما بتشوف انه ما عندها غير ابنها، فهو ممكن يعطي مؤشرات تطور بوقت متاخر من العمر، هي ما حتقدر تعرف لانه ما عم تقيسه مع اطفال غيره. لما بيكون بين اقرانه بتظهر المشاكل، بتظهر الحركه الزايده، بتظهر قله الحكي، بيمشي بطريقه مو متوازنه، حتى تصوري عنا نحن مشاكل بتواجهنا انه هو بيكتب باليمين ولا باليسار، يعني حتى هذا التفصيل البسيط الامهات ما بتفطن له بوقت بكير. شو الفرق يعني اذا كتب باليسار بيكون عنده مشكله واذا كتب باليمين؟ لا ابدا، بالعكس انا بكتب باليسار، ما عندي انا لانه في دراسات بتقول انه بيكتب باليسار معدل الذكاء عالي ومميز. تماما، هلا اللي بيستخدم اليمين فهو بيكون عم شغل نصف الدماغ اليسار، والعكس صحيح. في اطفال تقدر تشغل الايدتين، دائما نحن بعد ما تثبت اليد المسيطره اللي هو سواء كان بيكتب باليمين او باليسار، حتى نحن بنقيس الرجل اذا يمين ولا يسار، حتى ما يكون في ما يكون اشول انه مثلا بيكتب باليمين وبيشوط باليسار.
فهي الامور كلها نحن بدون ما نضغطوا فيها بنراقبها وبنشوفها وبنشوف كيف فينا نقومها بطريقه مناسبه ونشوف هو شو امكانياته. مو اجباري ابدا. من اكبر الاغلاط انه انا اجبر طفل يستخدم ايده من وهي مالها المسيطره، انا بعمل له مشاكل وصعوبات تعلم لبعدين. متى ما ثبت الجزء المسيطر بجسمه عرفنا نحن شو اليه الدماغ. في هلا نظام تعليم جديد البراين جيم، هو بيعتمد انه انا شغل نصفين الدماغ بنشاط واحد اللي هو يستخدم الايدتين او رجلين. نحن بنشتغله بعد ما تثبت ايده، يعني خليني اقول لك على بالفتره التحضيريه اللي بده يطلع فيها على الاول اللي هو بالخمس سنين ست سنين، بالست سنين سبع سنين هو كثير فعال بالمراحل التعليميه المتقدمه، هو كثير فعال بيحرك الابداع، بتلاقيه رسام ومحاسب، بتلاقيه مهندس وموسيقي. انه ان شاء الله يا رب كل ماميات الجداد يمكن مثل ما حكينا هذا الموضوع بيهم كثير من الامهات. حاولنا خلال هي الفتره السريعه نسلط الضوء على كل التفاصيل لكل الامهات اللي هلا عم تبعت اولادها على الروضه الجديده. نشكرك رندا علي ديب الاخصائيه الاجتماعيه على وجودك معنا، واكيد لحديثنا تتم في حلقاتنا القادمه. شكرا. انا متاكده انه عندكم كثير لسه استفسارات اكيد. شكرا كثير لك رندا، ودائما بنتمنى انه نستضيفك بحلقاتنا لانه فعلا هو عالم الطفوله كثير حساس، يعني كثير من الاسئله بنفس الوقت هو كثير من التفاصيل. شكرا لكم، هيك بنريح الماميات شوي بالمناقشه تريحينا شوي.